فيش يوم الإسرائيلي طلع قال نحن حنجتاح لبنان ونوصل على بيروت؟ ما هي خلصت. ليه؟ لأنه اجتياح لبنان والوصول إلى بيروت يحتاج إلى قوات برية. هذا ما بتعملوا سلاح الجو، وما بتعملوا الصواريخ، وما بتعملوا البوارج. هذا الجيش الذي يجتاح لبنان ليصل إلى بيروت لم يعد موجودا. أن فلان يخطب ويهددنا من ملجئه، جيد، من ملجئه، وجودي أولا في الملجأ أو في غير الملجأ، طبعا أنا مش موجود بملجأ يعني، لكن وجودي في مكان ما، والله سبحانه وتعالى حتى الآن مد في عمر هذا العبد الفقير وفي أجل هذا العبد الفقير الذي تسعون في الليل وفي النهار لقتله هو دليل على فشلكم.